الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية ويتفقد أجنحته ويشهد تدشين الفرقات المصرية الجبارة. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج، ومرشح الرئاسة يواصلون حملاتهم الدعائية استعدادا لخوض المنافسات بالداخل. قوات الاحتلال الإسرائيلية ترتكب مذبحة جديدة باستهداف مدرستين تأويان نازحين في مدينة غزة، تسفر عن استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية. يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيا والأنظمة الأمنية والدفاعية. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وخلال افتتاح المعرض شهد الرئيس السيسي تدشين الفرقات المصرية الجبار. وتسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة درع الفرقات المصرية الجديدة الجبارة طراز ميكو إي 200، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%. هذا وتفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض إيدكس 2023، حيث تفقد الرئيس السيسي جناح مجمع الصناعات الهندسية وجناحا آخر خاصا بالإنتاج الحربي الذي يتكون من 59 منتجا، منها المنظومات الكهروبصرية حورس واحد ومنظومة الطائرات الهدفية عرابي. وبعد ذلك تفقد الرئيس السيسي الجناح الإماراتي، ثم توجه إلى الجناح المخصص للمملكة العربية السعودية. تلا ذلك تفقد الرئيس لبعض النماذج للطائرات الحربية، كما تفقد أيضا عددا من الأجنحة المختلفة للمعرض والخاصة بالدبابات والمدرعات. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن عرض إيدكس 2023 حدث عالمي مهم، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المعرض، أكد وزير الدفاع أن مصر كانت ولا تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة، أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان. فتشريفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب أن تتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام. على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام
في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة. وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية، عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من اللقاءات، حيث التقى نظراءه بمدغشقر وإفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتي والقطري، وقام بجولة تفقدية لأجنحة المعرض. على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، والذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في المدة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر الجاري، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق راكتواري جونا جوسوا وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفين رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بالسيد رامو كولدبيرو وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى، والسيدة ثاندي روث موديسي وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة. اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. أوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة،
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السفارات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وإثبات عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في الانتخابات وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهاء منه ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة. وصل حزب حماة الوطن تنظيم المؤتمرات واللقاءات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. ونظمت أمانة الشؤون الدينية في الحزب مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة التواجد بكثافة في الاستحقاق الرئاسي القادم والمشاركة بإيجابية في الانتخابات. الانتخابات الرئاسية القادمة ليست انتخابات لاختيار مرشح يقود مصر خلال 6 سنوات فقط، إنما هي انتخابات أنا بعتبرها لحماية مصر من المخاطر المحتملة التي تحيط بها. هو كان قائد مشروع إنقاذ مصر من 2013، استطاع بجدارة أن يجنب البلاد والعباد مآزق دولية كبيرة، وهو القادر إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى على أنه يكمل هذه المسيرة. ليس لي غرض إلا مصلحة هذا الوطن، وجئت هنا لا لأدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه شخصية حزبية أو لأني شخصية حزبية، وإنما جئت أدعم وطني في المقام الأول. والسبب في ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت في مناسبات كثيرة هو قائد استثنائي جاء إلى مصر في مرحلة استثنائية بكل المقاييس، واجه تحديات يعني تقاعص أو جمدت مصر عن مواجهتها قبل ذلك، ملف الإرهاب على المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى الفكري، وهذا الأهم على المستوى الفكري. الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مصر من قيود كثيرة جدا في ملف مواجهة الإرهاب. البلد فعلا تطورت في خلال فترة تعتبر زمن قليل، تطورت لسنين عديدة لقدام، فإحنا محتاجينه فعلا أنه يكمل، وبندعي ربنا أنه فعلا يقويه ويكمل المسيرة والمشوار وكلنا كمصريين نكمل معاه. لما جاء سيادة الرئيس وعظم دور الوعظات وبدأ أنه هو يثني ويثمن مجهوداتنا وبدأ يفتح لنا مجالات العمل خارج المساجد، فبقينا في القاعات وفي الجامعات وفي المدارس وفي التجمعات، ومع يعني أنت نزلتي في المجتمع، فبدأتي بتقولي أنا مش بفصل الدين عن المجتمع، أنا بفعل الدين جوه المجتمع. نظمت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد. الحقيقة احنا بندعم سيادة الرئيس علشان احنا مشينا مشوار فعلا ولازم نكمله، لان الحقيقة مصر في المرحلة التاريخية ديت في اشد الاحتياج لان احنا نكمل الطريق بنفس القيادة السياسية علشان نوصل بمصر الى بر الامان. احنا كشفنا الفترة اللي فاتت كاحنا من ضمن الناس اللي موجودين في الحملة الرئاسية قد ايه طبعا حجم الانجازات اللي كانت موجودة والصعوبات بالنسبة للعشوائيات او القضاء على فيروس سي او فيما يخص تطوير ميناء العريش او كل التطوير طبعا اللي حصل كبنية تحتية وعدالة التوزيع الجغرافي اللي بانت بين المحافظات، ان الموضوع ما بقاش مركزي على القاهرة، بل بالعكس احنا دلوقتي بنشوف ان جميع المحافظات بيتم فيها التطوير في نفس الوقت. الحقيقة ان حزب حماة الوطن كان له السبق في تأييد ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يأتي هذا الدعم من فراغ،
وإنما نتيجة لإنجازات عظيمة قام بها سيادة الرئيس في فترة رئاسية قصيرة لا تتعدى 10 سنوات. والحقيقة كان ليه دور ولمسة قوية جدا وبصمة قوية جدا في جميع مناحي قطاعات الدولة، سواء التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى أصبحنا من مصاف الدول في هذا المجال. أقام حزب مستقبل الوطن مؤتمرا تخصصيا نظمته أمانة التجارة والصناعة بالأمانة المركزية للحزب، تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. شارك في المؤتمر أكثر من 2000 من أرباب التجارة والصناعة في مصر، وتأتي الاحتفالية تعبيرا عن ثقة مجتمع الصناعة والتجارة في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لمسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد. احنا النهاردة عاملين المؤتمر ده لدعم فخامة الرئيس عشان نكمل المشوار، نكمل اللي بدأناه. احنا عاملين المؤتمر ده لحشد الجمهور للنزول في الانتخابات ودعم سيادة الرئيس عشان نكمل المشوار. لازم نكمل المشوار اللي احنا بدأناه في الصناعة، في التجارة، في الاستثمار، في كل المجالات. استعمل حاجة دستوري. ايه هو حاجة دستوري؟ انزل قول رأيك. وليه بنقول النهاردة نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟ ليه؟ بقول نعم النهاردة عشان كل مكتسباتنا في ال9 سنين اللي فاتت نقدر نحققها ونحافظ عليها. بقول نعم النهاردة عشان التنمية المستدامة لأول مرة في خلال 100 سنة دي كلها مصر بتشتغل بخطة تنمية مستدامة، خطة لها الإصرار والتحدي. ده اللي واجب إن احنا نقدر يعني نقدمه لسيادة الرئيس، إن احنا ندعمه وبنقول له كمل مسيرتك وإحنا معاك، وأمانة التجارة والصناعة من حزب مستقبل الوطن بتوعدك إن احنا إن شاء الله نقدر ننمي الصناعة ونكون في ظهر سعادتك. 8-9 سنين اللي فاتوا دول قدم من التنمية ما يجعل الصناعة تنطلق بأقصى سرعة ممكنة. بقى نمتلك بنية تحتية عملاقة خلت الصناعة المصرية جاهزة للانطلاق في أي وقت. عندنا ما بقاش عندنا مشكلة طاقة، ما عندناش مشكلة الموانئ المصرية، الموانئ التي أنشأتها الدولة والقيادة السياسية الفترة اللي فاتت كانت عملاقة جداً. نظم فرع اتحاد شباب العمال بالسويس مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس اتحاد شباب العمال وعدد من الشخصيات الحزبية والعامة. ووزع المنظمون علم مصر على الحضور، وتعالت الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وسط أجواء احتفالية على أنغام السمسمية. باسم اتحاد شباب العمال لتوصيل رساله ان احنا على قلب رجل واحد باسم اتحاد شباب العمال على مستوى محافظات الجمهوريه النهارده، لنقول كلمه حق اننا خلف معالي فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما شهده اتحاد شباب العمال وعمال مصر على مستوى جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي او الاستثماري او قطاع الاعمال او حتى الاعمال غير منتظمه اللي بتقدر باكثر من 30 مليون عامل على مستوى محافظات الجمهوريه. النهارده بنوصل رساله بنقول ان شباب العمال وعمال مصر كلها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا هنا هو علشان ندعم سياده الرئيس، واتحاد شباب العمال بيدعم سياده الرئيس جدا، وان شاء الله هتبقى فتره انتخابيه سهله وهنقدر ان احنا باذن الله نحشد اصوات كويسه باذن الله. جايين نقول لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اهلا بيك في السويس، السويس كلها داعمه ليك. احنا اتحاد شباب العمال بنقول لك احنا كلنا وراك، الشباب كلها وراك. احنا جايين نقول لك النهارده يا ريس التدشين في السويس كله من احزاب ومن قطاعات ومن شباب ومن شباب ورياضه، احنا كلنا معاك، وزاره الشباب والرياضه واتحاد شباب العمال. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء، حيث استهدفت قوات الاحتلال مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد 50 شخصا على الأقل. كما استهدفت قوات الاحتلال عشرات المنازل المأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة ومدينتي رفح وخان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 10 آخرين. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 15,899 شهيدا. أكدت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين في القطاع بلغ نحو 42,000 مصاب، مضيفة أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال. أعلنت الاتصالات الفلسطينية أن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى. في الأثناء ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن أسوأ قصف في العدوان يجرى حاليا في جنوب قطاع غزة، ووصف المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر الخسائر حاليا في صفوف الأطفال بالفادحة، مناشدا المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لإنقاذ الأطفال. بعمر الزهور حمل هؤلاء الأطفال حقائبهم، ليس للذهاب إلى المدارس كما هو معتاد في مثل هذه الأيام في جميع بقاع العالم، فهنا في غزة كل شيء مختلف. هؤلاء الأطفال حملوا هذه الحقائب نازحين إلى مكان آمن يبدو غير موجود داخل القطاع المحاصر. حملوا الحقائب الثقيلة والأمتعة، لكنهم حملوا ما هو أثقل من أوجاع وهموم وآلام وسط تجاهل دولي، وكأن العالم الذي يدعي أنه حر يقول لهم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هاي مشينا من خان يونس نمشي قاعدين، هاي لسه قاعدين لسه مش لاقيين سيارات ولا كار ولا شيء، لسه مش لاقيين ولا حاجة ولا نص نقل ولا نقل ولا أي شيء لاقيين. يعني يا عمي حسه يا الله حسه الله حسه روح بدأنا. على وسائل بدائية توجه بعض النازحين من غزة نحو رفح في جنوب قطاع غزة بحثا عن مأوى في أعقاب عمليات القصف العنيف والتحذيرات بإخلاء بعض المناطق. والله ما في منطقة صارت في غزة أمان، إحنا كنا في الزيتون انقصفر، كنا في المعسكر انقصفر، كنا في مدينة حمد امبارح 6-7 أبراج انقصفر، مش شايفين في منطقة أمان، بس بنتنقل لأنه إيش نسوي أطفال عنا والليل طول الليل قصف، صرنا نتنقل من منطقة لمنطقة، ما فيش أمان في كل غزة. كما شوهدت بعض العائلات وهي تحمل أمتعتها سيرا على الأقدام حاملة حقائب الظهر والأكياس البلاستيكية التي تحتوي على الضروريات. الليلة ما نمناش طول الليل في خان يونس كراج رفح، ما نمنا كله دب دب دب، مش عارفين احنا نروح لا رف لا شمال ولا يمين، ايش بقول لك روح على الشرق وايش بقول لك روح على الغرب وايش بروح على الشمال وايش بقول روح على رفح، ونفس القصه رفح برضه نفس اللي هي نفس القصه، في منها خوف مش عارفين نروح على رفح ولا يطلع على هكذا، احنا مش هنطلع من مصر غزه نهائيا، مش هنطلع هنضلنا داخل فلسطين. ويقول سكان الجنوب في غزه ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يركز قصفه مؤخرا على خان يونس ورفح لاجبار الاهالي على النزوح القصري، وهو ما قوبل من الاطفال قبل الكبار بالرفض القاطع. هذا وأعلنت حركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة. أكدت حركة حماس أنهم استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت الحركة أنها استهدفت 5 آليات عسكرية متوغلة في منطقة الفلوجة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية في بيت حنون شمال القطاع.
هذا وقد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنوده إلى 75 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود أمس الأحد في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى المعلن عنهم إلى ما يزيد عن 400 قتيل منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر. استشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قليقلة ومخيم قلندية بالضفة الغربية المحتلة. أوضح شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة وأصابت شابين بجروح خطيرة ومنعت إسعافهما، ما أدى إلى استشهادهما. وفي مخيم قلندية للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال وإصابة 33 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بينها 22 إصابة بالرصاص الحي. إلى لبنان، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوب لبنان. طال القصف بلدات عيتا الشعب ويارون وميس الجبل وسط تحليق مكثف وعلى ارتفاع منخفض لطائرات استطلاع على الحدود اللبنانية السورية. كانت مدفعية الاحتلال استهدفت الليلة الماضية أطراف بلدات الخيام وعيتا الشعب ورمش. أكد وزير الخارجية سامح شكري الرفض القاطع لمحاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أراضيهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفا، وتناول الاتصال الوضع الأمني والإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأشار الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الفرصة لتثبيت الهدن الإنسانية لإدخال المساعدات. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قال إن غريزة الانتقام لدى إسرائيل تدفعها إلى قطع شريان الحياة عن أهالي في قطاع غزة في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية منذ نكبة عام 1948. وأضاف إشتيا أن المناطق العازلة فكرة مرفوضة، حيث إن مساحة غزة بحاجة إلى توسعة، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة. إسرائيل تدفعها غريزة الانتقام لقتل شريان الحياة عن أهل لقطع شريان الحياة عن أهلنا في قطاع غزة في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد شعبنا منذ نكبة عام 48، أكثر من 15,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 312 أسرة فلسطينية فقدت 10 أفراد أو أكثر في القصف الإسرائيلي، في حين فقدت 594 أسرة ما بين شخصين وخمسة أشخاص. لا الكلام مجدي ولا الصراخ مجدي ولا الأرقام مجدية ولا صرخات الأطفال مسموعة ولا عذابات الجرحى محسوسة لدى ماكنة الإجرام الإسرائيلية. هذه الجرائم يجب أن تتوقف فوراً. أكدت جامعة الدول العربية رفضها التهجير القسري بكل صورة لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية.
وشددت الأمنة العامة للجامعة العربية بمناسبة يوم المغترب العربي على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم. ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. وكالة الفضاء المصرية تطلق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة إطلاق تشوتشان بالصين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، مضيفا أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من واجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاج إليها الطلاب، مشيرا إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبات غذائية متكاملة للطلاب. أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة إطلاق تشوتشان بمدينة تشياكوان بالصين، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي البلدين. هذا وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر، كما نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء. وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. ويعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 هو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات، خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى كونه خطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، وذلك اتساقا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. هذا وتابع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع الطاقم الصيني والمصري كافة التفاصيل قبل إطلاق القمر مصر سات 2 من الصين. وفي خدمة إخبارية سابقة بالتلفزيون المصري، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي إن القمر الصناعي مصر سات 2 أطلق بمدينة تشياكوان في الصين في الساعة 6:10 بتوقيت القاهرة. وأضاف صدقي أن القمر تم تنفيذه في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، لافتا إلى أن مصر بات لديها أول منتج محلي يطلق في الفضاء. إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 ده تم النهارده في مدينة تشياكوان في الصين، وتم الحقيقة في الساعة 6:10 بتوقيت القاهرة. والأمر ده تم تنفيذه في إطار التعاون الاستراتيجي ما بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. ويعد له أهميات كثيرة جدا، أولها أن هو خطوة هامة نحو توطين تكنولوجيا القمر الصناعي في مصر. أولا الأمر ده منحة جامدة من الصين،
لأول مرة بتدي منحة لقمر في أي دولة في العالم. النقطة الثانية إن دي أول مرة لمصر تمتلك قمر، القمر ده ينزل في مصر ويتم عمليات التجميع والتكامل والاختبار فيه في مركز التجميع والتكامل اختبار الكائن وكالة الفضاء المصرية. وبرده المركز ده تم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وما بين الصين. تتوالى الجلسات وورش العمل في اليوم الثاني لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ويشهد اليوم عقد ورشتي عمل بعنوان الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي والمساعدات الإنسانية جسر الأمل في الأزمات، كما تعقد جلسة نقاشية بعنوان نحو تعزيز الاستجابة للقوانين الدولية لتحقيق سبل السلام العالمية، كما تعقد جلسة تفاعلية للنقاش الحر حول القضايا التي طرحها المشاركون هذا العام من خلال المبادرة بشأن قضايا السلام والأمن العالمي وحل النزاعات والحروب. النهارده كان في جلسة أنا كنت مشارك فيها أز متحدث فيها، كانت بتتكلم عن ما بعد الحروب والإعمار وإزاي المفروض نفكر أو نخطط في إزاي هنعمل إعمار للدول اللي فيها صراعات الآن وحروب. فإحنا كنا بنتكلم في الجلسة إزاي ممكن نعمل كده، وطبعا النقاش اتفتح والجلسة كان بيحضرها جميع الجنسيات، وبرضو كان فيها جنسيات أصلاً عانت من الحروب دي. تم تناول أو تغطية عدة نقاط مثل تكلفة الحرب بشكل عام وبشكل خاص في غزة وشكلها إن هي اتخذت شكل، أو الحروب على مر التاريخ بتأخذ شكل عمومية المكان والزمان، إن هي لا تقتصر على دولتين الحرب وإنما تأثيرها أو تداعياتها بتمتد لأبعد من ذلك. الحقيقة إن المبادرة أو الإيفنت يعني بالمحادث بشكل عام كان متنوع، حضور متنوع، قيادات في منظمات دولية، قيادات في الدعم الإنساني، وكمان خبراء متنوعين في كل المجالات. النقاشات وورش العمل والجلسات محتواها كان قوي جداً. عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة بعنوان الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي لمناقشة أثار الحرب على التنمية الاقتصادية وتبعاتها من الخسائر الفورية للأرواح والممتلكات، وذلك في إطار مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية. وشارك في الورشة عدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، حيث شارك متحدثون من المركز المصري للدراسات الاستراتيجية منظمة اليونيدو، وبتمثيل دولي شارك الشباب بمقترحاتهم بجانب مشاركة العديد من مبادرات التنمية. وقد جاءت النقاشات الشبابية المشاركين بها بردود أفعال إيجابية حول محاور ورشة العمل والتي دارت حول التأثير المدمر للحرب على البنية التحتية الاقتصادية وتحويل الموارد من الأنشطة الإنتاجية إلى المجهود الحربي وخنق النمو والابتكار. نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، كما شهد المؤتمر التعريف بأعمال التطوير والتي شهدتها قرى المحافظة. ولم يتوقف دور المؤسسة على أعمال تطوير ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية فحسب، بل تطرق دورها إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات توعية للمواطنين بالدور الوطني ودعم الدولة، ومنها ندوات دعم القضية الفلسطينية. حفل جميل جدا بتقيمه حياة كريمة من أجل المساندة والتعضيد لشعب، أنا دايما بحب أقول كمان فلسطين أكتر ما أقول غزة، لأنهم بيقتصروا المشكلة كلها في غزة، لكن احنا بنطالب بأن تكون فلسطين دولة مستقلة بتعيش في سلام وفي هدوء. احنا النهاردة كنا في يوم مهم جدا لدعم القضية الفلسطينية ولإبراز دور مؤسسة حياة كريمة في دعم القضية الفلسطينية والأهالينا في غزة. اتكلمنا كمان عن المشروعات المهمة اللي احنا عملناها في خلال 2023 على مدار عام كامل،
مؤسسة حياة كريمة كان لها دور بارز جدا في المجتمع في محافظة بني سويف في مبادرات خدمية وصحية. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة المينيا. وشهد وزير الاتصالات أعمال مد كابلات الألياف الضوئية في قرية الأزهري بمركز العدوى ضمن مبادرة حياة كريمة، واستفاد منها حتى الآن 114 أسرة. من اللحظة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي غيرت شكل القرى والريف المصري، وبتستمر في استكمال مشروعاتها. محافظة المنيا وهي ضمن المحافظات المستفيدة من المبادرة استقبلت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة. سنتابع موقف أبراج ومحطات المحمول التي من شأنها تحسين الخدمة لأهلنا في قرى حياة كريمة. أيضا لدينا حوالي 220 مكتب بريد في محافظة المنيا، رفعت كفاءة أكثر من 175 منها. ضمن ال 192 قرية اللي احنا بنشتغل فيهم في المرحلة الأولى في محافظة المنيا، احنا عندنا 7 قرى انتهوا تماما، وبنشتغل في باقي ال 185 قرية من أجل إنهاء خدمة الإنترنت. كما تعلم إن خدمة الإنترنت هي ترتيبها في آخر الخدمات اللي يتم تركيبها. عدد من المشروعات تم تفقدها خلال الجولة، بداية من مشروع تركيب إنترنت فائق السرعة عن طريق الألياف الضوئية بقرية الأزهري بمركز العدوى، وافتتاح مكتبين للبريد بمركز مطاي ومركز مغاغة، وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين. مكتب البريد زي العسل والله، وما يساعدونا وما يقضونا كل طلبة، مكان محترم، وما يجوا يقبضونا احنا واقفين ويقولوا خدوا انت عاوزينه عشان ما يزعلون. المستوى اتطور كتير حضرتك الأيام دي، وبقت الخدمة سهلة وأكثر سهولة، يعني من خلال ATM ومن خلال الشباك. كنا بنعاني في الأول من النت والدخول عليه، والأولاد كانوا بيذاكروا طبعا، ما كانوا يعني متضايقين منه كده. فلما جت حياة كريمة وركبت لنا النت ده جديد، فما شاء الله يعني حاجة حلوة، يعني سريع جدا. واختتمت الجولة بتفقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا. مؤتمر زي ده والحضور زي الناس اللي جوه دي والقصص اللي طلعت واتكلمت هيخلي الطلبة يشوفوا ان هو فعلا يقدروا يعملوا حاجة ويقدروا ينجحوا من خلال ده. احنا موجودين هنا عشان نقول للشباب الصغيرين الجداد ان لسه في فرصة ان هم يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها، لان من سنتين 3-4 ما كانش في ناس ممكن تقول لك ايه الطريق اللي انت ممكن تبدا فيه عشان تبقى بتشتغل ماركتير او عشان تبقى كونتنت كريتور. المسميات دي نفسها ما كانتش موجودة. مبادرة حياة كريمة بتستهدف في محافظة المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لاكثر من 190 قرية في 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو 88,000 أسرة. شهدت محافظة بورسعيد إنشاء العديد من المجمعات الصناعية التي جذبت كثيرا من صغار المستثمرين وأصبحوا من المصدرين إلى دول عديدة في العالم، ومن بينها مجمع 58 مصنعا ومجمع 118 مصنعا وغيرها من التي يتم إنشاؤها حاليا نظرا لإقبال المستثمرين عليها. هذا ويقام مجمع 118 مصنعا على مساحة 41 فدانا تقريبا، وتم إنشاؤه عام 2017، حيث أصبحت المجمعات الصناعية في بورسعيد تنافس الصناعة الصينية. نجاح كبير أثبتته المجمعات الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية، مع تحول عدد كبير من العاملين بمجالي الصناعة والتجارة إلى الاستثمار الصناعي. هنا ومن داخل أحد مصانع الشنط في مجمع 118 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، أصبح هذا المنتج ينافس الصناعة الأجنبية دون الحاجة للاستيراد. طبعا الخطة بتاعت الدولة وخطة بتاعت سيادة المحافظ برضو اللي احنا نشتغل في التصنيع ونشتغل على نفسنا، فالحمد لله رب العالمين. زي ما حضرتك شايف احنا بنجيب المنتج، بنجيب الخام من الالف، وبنجيب بنصنعه من الالف للياء. الخام بنجيبه رول من الصين، وخد بالك، وبالاكسسوارات بنجيبها من الصين. واحنا زي ما حضرتك شفت في بدايه الخط
بنقطع القماش ده على مكبس وباستنباط، وبعد كده بتخش مراحل الخط الانتاج اللي احنا في ظهره دلوقتي. يتخصص هذا المصنع في انتاج الصناعات والمنتجات الجلديه وحقائب السفر، حيث ينتج جميع انواع الحقائب سواء خام او فبر او سيليكون، فضلا عن حقائب اللابتوب، وذلك بصناعه مصريه 100%. احنا هنا مصنع شنط، بنتصنع شنط من الالف للياء، يعني دي حاجة من أول مرة بتحصل في الصناعات المصرية، وتعتبر طفرة من طفرات اللي موجودة حالياً في مصر، إن احنا بنصنع الشنطة من ألف للياء. يعني يمكن الصناعة دي قبل كده ما كانتش موجودة، بدأت تبقى موجودة حالياً في الوقت الحالي. بنجيب القماش ومن بنبدأ بيه عمليات الفرد وعمليات القص، وبعد كده بيخش في المراحل بتاعته، مراحل الإنتاج، لحد ما توصل منتج تام زي ما حضرتك شايف كده هو. وطبعا الجودة بتتكلم عن نفسها، يعني احنا قدرنا صراحة في الفترة الأخيرة نتفوق على كمان الجودة المستوردة. صناعة المنتجات الجلدية بهذا الشكل تعتبر طفرة من طفرات الصناعة التي حدثت في الفترة الأخيرة، حيث كان يتم استيراد الحقائب بشكل كامل، إلا أن المنتج المحلي بات الآن متفوقاً على المستورد. طبعاً إحنا شغالين على أحسن مستوى في الجودة، نحاول نأسسها صح بحيث أن المنتج يطلع عندنا بأحسن جودة عندنا، ما بنتنزلش عن الجودة عموماً في أي حاجة، شغلنا ما يختلفش عن عند حد بروفيشنال كتير جداً جداً جداً، مركز أول في التصنيع حالياً، نشتغل على معدلات ومقاييس الجودة، يعني شغل الشنطة تطلع زي ما هي بالظبط. في كذا اوبشنات، في اكتر من شنطه، عندنا الفبر، عندنا شنط المدارس، شنط الحضانه والترولي، جميع منتجات الشنط موجوده عندنا. ويقام مجمع 118 مصنع على مساحه 41 فدان تقريبا، وتم انشاؤه عام 2017، وتم طرحه وتخصيصه بالكامل، وفيه عدد الوحدات 118 وحده بواقع 99 مصنعا. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة مع فاطمة خليل. ليك فاطمة. شكرا نادينة فكري، شكرا أميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ماريوت الدولية للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية ريتز كارلتون بالم هيلز في منطقة غرب القاهرة، تبلغ استثمارات المشروع نحو 4 مليارات جنيه، ويوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة، ونحو 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء. وعلى هامش التوقيع قال مدبولي إن مصر أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة في منطقة غرب القاهرة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي تستعد الدولة لافتتاحه. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة COP 28 بدبي جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة. وفي كلمته أمام الجلسة قال وزير البترول إن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خريطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، مضيفا أنه من المقرر توقيع اتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية. وفي سوق المال أنهيت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات و900 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 39 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.
انخفضت أسعار النفط رغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 85% إلى 78 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 73% إلى 73 دولار و53 سنت للبرميل. ولقيت أسواق النفط دعما من إعلان أعضاء في مجموعة أوبك بلس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بشكل توعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا. تخطى سعر الذهب مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأوقية في ظل توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل. حقق الذهب 2135 دولارا للأوقية عند بدء التداولات في آسيا، محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبان تفشي وباء كورونا. حدث تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذ آمنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أرجأت محكمة في هونغ كونغ جلسة استماع مقررة بشأن التماس تصفية شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة للتطوير العقاري حتى 29 من يناير المقبل، وتحاول إيفرغراند الحصول على دعم من دائنيها لخطة إعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار لتفادي التصفية. وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وواجهت مشاكل عندما أقامت الهيئات التنظيمية الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ودينا لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ختام فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي في عدد من المحافظات. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تسليم المتدربات شهادات إتمام البرنامج التدريبي، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا دينا، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. فاز سموحة على ضيفه فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر. يستضيف الإسماعيلي غدا فريق البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل إنبي ضيفا على سيراميكا كيلوباترا على استاد المقاولون العرب، بينما يلتقي طلاء الجيش مع بلدية المحلة على استاد المحلة. أعلن نادي ريال مدريد عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع داني كارفاخال خلال منافسات الدوري الإسباني، وأوضح ريال مدريد أن الفحوص الطبية التي أجريت لكارفاخال أظهرت أنه يعاني من إصابة في عضلة السمانة، مشيرا إلى أنه الآن بانتظار تطور حالة اللاعب. هذا ومن المتوقع أن يغيب كارفاخال حتى نهاية العام الجاري وفقا لتقارير صحفية إسبانية. أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع إنيجو مارتينيز في مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. أوضح برشلونة أن مارتينيز أصيب في العضلة الضامة، مضيفا أن مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا وأميرة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا العثور على جثامين 11 متزامنا على الأقل خلال عمليات البحث والإنقاذ قرب بركان ميرابي في جزيرة سومطرة. وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان بعد وضعه في سلف أعلى مستوى تأهب. الدخان غطى السماء وحجب النور، والحمم ارتفعت لمئات الأمتار، والرماد انتشر في كل مكان بجانب سقوط العديد من الضحايا. هذا هو الوضع الذي تسبب فيه ثوران بركان ميرابي في غرب إندونيسيا، والذي ثار مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 3000 متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته. وكالة البحث والإنقاذ في بادنج أكدت أن نحو 75 متنزها كانوا على الجبل منذ السبت قبل ثوران البركان، وتم إجلاء عدد منهم لافتا إلى وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين. وكانت السلطات قد فرضت منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، حيث تم رفع حالة التأهب ومنع السكان من الاقتراب لمسافة 3 كيلومترات. ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010، حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280,000 نسمة. وتبذل السلطات جهودا كبيرة في محاولة لاحتواء تداعيات البركان ومنع امتداد أثره على العديد من المناطق، بالإضافة للبحث عن العالقين والناجين. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. وقفة أخيرة مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23، الصغرى 15، الإسكندرية 23-14، مطروح 21-11، بورسعيد 23-17، إسماعيلية 25-17، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 24-15، العريش 24-13، طابة 26-15، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28-14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 29-10، شلاتين 27-23، حلايب 26-22، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وختم نشرة التاسعة هذه التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية ويتفقد أجنحته، ويشهد تدشين الفرقات المصرية الجبار. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل فرز أصوات الناخبين بالخارج، ومرشحو الرئاسة يواصلون حملاتهم الدعائية
استعدادا لخوض المنافسات بالداخل. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مسبحة جديدة باستهداف مدرستين تأويان نازحين في مدينة غزة، تسفر عن استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور يا دينا، ازيك يا أميرة؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ شيء مبهر النهاردة إيدكس. طبعا مدعاة للفخر مبهر. أمام العالم كله، معرض دولي بحضور كبار رؤساء شركات الطيران في العالم، قادة عسكريين من العالم أجمع، يعني حالة إبهار كبيرة جدا، خاصة مع تدشين فرقاتة بصناعة مصرية 100%. جبار جبار. طب ما احنا هنا برضو نسأل دينا باعتبارها أستاذة جامعية، يعني شكل التناول بقى الإعلامي بتاع حدث مهم، صناعة عسكرية وفي نفس الوقت هو حدث أصبح دولي، دي للسنة الثالثة على التوالي، تنصحينا يا دينا نشتغل عليه إزاي؟ مواقع التواصل الاجتماعي لازم، لا غنى طبعا. طب واحنا نعمل ايه؟ ناخد بعضنا ونروح. هي الاكثر انتشارا ورواجا في العالم، لان على حسب المستهدف، احنا المستهدف دلوقتي اللي عايزين نوصل له هو رساله ما بين السطور الى العالم. مصر يعني ابناء مصر وابناء الشعب المصري عارفين احنا يعني فين بالظبط، ورئيس السيسي والقياده السياسيه بتعمل ايه، وما يدور في اروقه البيت المصري بالداخل، ولكن الخارج عليه ان يعرف ماذا يدور في مصر. صح 100%. على كل أنا أشكركم، ودتولي برضو شوية إنسايتس هعرف أتكلم من خلالها كلمتين كويسين لعل يكون فيهم الفايدة. شكرا جدا لك يا دينا، شكرا جدا يا أميرة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.